الحمد لله مكرمنا بالبيان والقصص الحق وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده أكرم من خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سادات من بالإيمان واليقين والمحبة تحقق وعلى من تبعهم بإحسان وبالعروة الوثقى استمسك وتوثق وعلى ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين سادات اهل المعرفه احباب الاله الحق وعلى الهم وصحبهم ومن بهم صدق وعلى آآ 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 ملائكه الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته انه ارحم الراحمين اما بعد فاننا في تامل القصص الحق وصلنا إلى ما يقول سيدنا هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وعرفنا فضل الاستغفار وفوائده العظيمة وأن فيه الإمداد بالقوة ونيل المراتب الدرجات والدرجات العلى وأن فيه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وأن من أحسن أوقاته وقت الأسحار، وأن الله أثنى على أهل ذلك الاستغفار في ذلك الوقت في صريح الكتاب في آيتين جرى معنا ذكرهما في الحلقة الماضية الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون جعلنا الله منهم. ثم ان قوم هود قالوا كهشان مجادلات الامم لانبيائهم يا هود ما جئتنا ببينه ما جئتنا بعلامه واضحه انك رسول من عند الله. وما من رسول إلا ومعه المعجزات ومعه البينات ولكن النفوس التي تتعامى ولا تحب أن تخضع للدليل الواضح وللبينة الجلية تقول ما هناك بينة ما هناك بينة ما هناك دليل يقولون يا هود ما جيتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك تقول أنا أترك الأهلها ونتركها هكذا بسهولة ابدا لا نترك الهتنا هذه وما نحن بتارك الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ما نحن مصدقين انك مرسل من عند الله تبارك وتعالى وهكذا تشككوا الامم في النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم من تسويل الشيطان وهو من معاني قول الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى تمنى ايمان قومه اجمعين وهدايتهم الى الحق والهدى القى الشيطان في امنيته بالوسوسه لهم انه ما عنده دليل ما عنده برهان ما هو صادق ما هو نبي ما هو مرسل من عند الله القى الشيطان في فينسخ الله ما يلقي الشيطان اذا اراد الهدايه باحد ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه الذين فتنه الذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد فيسمعون هذا التلبيس من إبليس وما أنت بنبي وإن الآية وما تكفي هذا ونريد كذا ونريد كذا وقوم نبينا صلى الله عليه وسلم قد عملوا أعمال كبيرة في هذا المجال وإلى حد طلبوا منه ما لم يكن من المعجزات الأنبياء حتى طلبوا الشقاق القمر وانشقت القمر انشق القمر لسيدنا خير البشر صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يجعل ما يلقي الشيطان فتنه الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم فيقولون له وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك ما نترك آلهتنا أي آلهتنا هذه أقمنا لكم الحجة والدليل على أنها لا تنفع ولا تضر لا تقدم ولا تؤخر مصنوعة مخلوقة فاعبدوا الله الذي خلقكم وخلقها وما نحن بتارك عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ومع ذلك الدعاوي عندهم إن قولوا الا اعتراك بعض الهتنا بسوء الا هذه الالهه لما انك تسبها وما تحبها زعلت عليك غضبت عليك واعتروك بسوء اعطوك جنون ردوك مجنون تنكر الحق وتسب الحق اعوذ بالله فانظر كيف تتقلب الموازين كما يقول فرعون في في سيدنا موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر, وأن أو أن يظهر في الأرض الفساد ومن الذي أظهر الفساد في الأرض ولكن هكذا هذا هو شانه يقولون له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فكان جواب سيدنا النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام جواب ذلك الصادق الواثق بالإله الخالق والذي يجب أن يكون جواب قلب كل مؤمن صادق في كل زمن في كل ظرف أمام أي حادثة أمام أي مهول مهول أمام أي اتجاهات تعاكس وتخالف منهج الله جل جلاله قال يا قوم إني أشهد الله وأشهدوا أنتم اني بريء مما تشركون من دونه تبرات من جميع الهتكم هذه التي تقولون عنها والتي تدعون انها الهه اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا انتم والالهه حكم قولوا لها ما دمتم تظنون انها تتصرف وانها تعمل يقولوا لها هذا هود يسبكم ويقول انكم مخلوقين لستم بشيء ولستم بالهه فانظروا ماذا يقدرون ان يصنعوا بي قولوا لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تؤخروني لحظه ولا ساعه ولا دقيقه واحده ثم لا تنظرون انتم والاصنام حقكم والالهه حقكم كلها هاتوها نقول اني اشهد الله ربي الذي خلقني وهو رب كل شيء واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني هاتوا كيدكم وبركم وشركم وتصرفكم وبلاءكم هاتوه ثم كيدوني جميعا ولا تنذرون ما هذه العظمه يهود انت مخلوق مثلهم فكيف وقفت هذا الموقف الكبير؟ قال لاتصالي بالاله الكبير اني توكلت على الله ما انا في ذلك معتمد على نفسي ولا على ما عندي ولا على علمي ولا على قوتي ولا على أتباعي إني توكلت على الله ربي وربكم وصفة ربي هذا أنه القهار الذي يتصرف في كل شيء ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها قال الإنس والجن وجميع الدواب تحت حكمه وقهره، ومن اخذ بالناصيه مقدمه الراس فقد امتلك الـ 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 النفس كلها، وامتلك الذات كلها، فكذلك عبر سيدنا هود بقدره الله وقهره جميع الدواب، يقول ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم، وما دام اخذا بناصيه كل دابه، هل هو مع ذلك يفتك بهم او يهلكهم يهلكهم من غير انذار ومن غير رساله ان ربي على صراط مستقيم، هو ياخذ بناصيه كل دابه ومع ذلك لا يهلك الناس ولا يهلك الدواب الا بعد ان يخون الناس الامانه وبعد ان يرسل الرسل ان ربي على صراط مستقيم. قدرته القاهره جل جلاله وتعالى في علاه ما اخفت رحمته ولا ابعدت حكمته ولا تانيه بعباده وحسن تدبيره للكائنات جل جلاله ان ربي على صراط مستقيم ان ربي جل جلاله وتعالى في علاه على قدرة بالغة وعلى حكمة عظيمة فيما يتصرف فيه مع الخلق، إن ربي على صراط مستقيم وإنكم راجعون إلى الرب فأنتم لا بد من موتكم ورجوعكم إليه، إن ربي على صراط مستقيم طريقكم إلى الآخرة التي لا بد لكم منها، كل واحد يسير إلى الآخرة، فهناك يلقى ربه، إن ربي على صراط مستقيم، أي يكشف الله له الحجب ويومن ب عظمة هذا الاله جل جلاله ان ربي على صراط مستقيم، حكمة بالغة وقدرة كاملة ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا وابوا واستكبروا بعد توكلك هذا وبعد اعتمادك علينا واستنادك الينا وصدقك معنا فقد ابلغتكم يقول انت وليت فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم يعني تبين مهمة الأنبياء ومهمة الدعاة من بعدهم، بل مهمة كل العقلاء الصالحين على ظهر الأرض أن يحسنوا البلاغ عن الله ويؤدوا الرسالة وهذا حدهم، وهذا نهاية واجبهم، وليس لهم أن يتسيطروا على الناس ولا أن يكرهوا الناس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كله جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا أوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين فإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو من في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فذكرين ما انت مذكر لست عليهم بمسيطر ان عليك الا البلاغ وما انا عليكم بوكيل وما انا عليكم بحفيظ هذه مهمه الانبياء صلوات الله عليهم ودعات والدعاة إلى الحق والهدى في كل زمان ومكان فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم جل جلاله أي أيوة وفي سنتي أن يبقى هذا الإيمان محفوظا بحمد الله تبارك وتعالى كما حفظنا وحملنا في الجارية في سفينة نوح وحفظ المؤمنين وأبقى هذا الإيمان متسلسلا ثم إنه كلما جاء هلاك لأمة وطائفة حفظ المؤمنين حتى بقي الإيمان وجعلنا في خير أمة له الحمد وله الفضل وله المنة ويستخلف ربي قوما غيركم فإنه شاء أن يبقى هذا الخير والإيمان إلى آخر الزمان إلى أن تهب الريح التي تخطف من في قلب مثقال ذرة من إيمان عند اقتراب الساعة ففي ذلك الوقت لا يبقى مؤمن على ظهر الأرض أما ما عدا ذلك فإنه باق هذا الإيمان ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا فإنكم لا تقدرون على ذلك يا عبادي يقول الله إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني ولا تضرونه شيئا بكفركم ولا تكذيبكم فأنتم في قبضته وإليكم وإليه مرجعكم ثم يعذبكم بما عملتم ولا تخسروا ولا يخسر إلا أنتم و ولا يفوت الخير الا انتم ولا يحزن الا انتم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ان ربي على كل شيء حفيظ محسن لكل شيء قاهر لكل شيء محيط بكل شيء مدبر لكل شيء ان ربي على كل شيء حفيظ جل جلاله وتعالى في علاه فكان هذا خلاصه عن الرساله التي حملها هود الى قوم عاد ثم ان الله انتقم من المستكبرين واهلكهم كما ياتي معنا والله يرزقنا تصديق الانبياء والايمان بهم واتباع سيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء به والتخلق باخلاقه انه اكرم الاكرمين والحمد لله رب العالمين we help